مساء الخير. يخرج نظام أسد بقرارات الحجز الاحتياطي على 2 من رجال الأعمال المقربين لديه، الحلبي هاني عزوز والدمشقي صائب نحاس. هذه القرارات تحجج النظام أنها بسبب قيام هذين الشخصين بتهريب بضائع دون الكشف عن ماهيتها، ولا تذكر مثل هذه الحركات سوى برامي مخلوف وموظفيه الذين أطلق أسد سراحهم قبل بضعة أيام بعد أن استحوذ على أملاك ابن خاله في داخل سوريا، فيما خارج البلاد لا يعلم سوى الله ورامي وبشار والمجتمع الدولي الحامي للأخير ما يملكون من أموال منهوبة من جيوب السوريين على مدى عقود. وهل ينسى السوريون كيف بنى رامي ووالده نفسيهما لنفسيهما حسب تصريح رامي دون التطرق للقرابة الوثيقة مع بشار وأبيه حافظ اللذين أطلقا يديهما لنهب النفط والغاز والتبوغ والتصدير والسياحة والبنوك والاتصالات وقطاعات أخرى لا وقت لذكرها؟ كل ذلك يدفعنا للتساؤل، ما أسباب إصدار نظام أسد مثل هذا القرار الآن؟ وهل أو هو الذي لم يغلق ملف رامي مخلوف؟ وهل يعقل أن رجلي أعمال مثل عزوز ونحاس يمكنهما أن يصلا لمرحلة الحجز على الأموال بسبب مبالغ قليلة من الدولارات؟ أليست القضية فقط قيام بشار بإعادة تحصيل أموال آل أسد المسروقة من السوريين والتي كانت موزعة على أمثال هؤلاء؟ وكيف سيضيق النظام أكثر على رجال أعماله الموزعين حول العالم؟ وهل يمكن أن يستعيد أموالهم في الخارج؟ وإلى أين سيصل بشار أسد وزوجته أسماء بمثل هذه الخطوات؟ ماذا يمكن لهذه المبالغ القليلة أو المعامل الفارغة أن تفيدهم الآن؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. يعود ملف رجال الأعمال التابعين لآل أسد إلى الواجهة من جديد من خلال الحجز على أموال 2 منهما. مزيد من المعلومات في التقرير التالي. يعود ملف رجال الأعمال التابعين لآل أسد إلى الواجهة بقرارات حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للحلبي هاني عزوز والدمشقي صائب نحاس، إذ أصدر نظام أسد القرارات بحجة ضلوعهما بقضايا تهريب بضائع، حيث تصل الأموال المطلوب تحصيلها من هاني عزوز 565 مليون ليرة، بينما صائب نحاس 31 مليون ليرة بحدها الأقصى. هذه المبالغ الصغيرة وربما التافهة بالنسبة لمثل هذين الاسمين، إذ تعبر عن نية عائلة أسد باستعادة كامل الأموال التي كانت تتركها ودائعة مع أمثال هؤلاء الذين دخلوا بعلاقات غير شرعية بين السلطة والمال لصالح آل أسد على مدى 5 عقود، حيث يعتبر هاني صديق بشار الشخصي منذ أيام لندن وواجهة لأعماله في حلب، بينما يعتبر صائب نحاس أبرز رجل أعمال عند إيران منذ عهد حافظ الذي كلفه بفتح الملف الاقتصادي مع طهران وخاصة من خلال السياحة الدينية للشيعة في دمشق. ومن المؤكد أن مثل هؤلاء مهما بلغت مكانتهم وارتباطاتهم ببشار أسد من خلال أعمال اقتصادية منذ سنين، إلا أنهم لن يصلوا إلى مقام رامي مخلوف الذي قدمه ابن عمته بشار كبشاً على مذبح زوجته أسماء الأخرس الاقتصادي التي تتولى مهمة إعادة جمع أموال السوريين المنهوبة من قبل آل أسد والموزعة على هؤلاء الوكلاء، حيث تسعى اليوم لتكون هي السارقة الجديدة لأموال الشعب حسب اقتصاديين. فرجيتوا الكل أنه ما في شيء المرأة ما بتقدر تعمله. أهلا بكم من جديد. ضيوفنا في هذه الحلقة دكتور مصعب رحال، هو أكاديمي ومحلل اقتصادي، سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب تركيا، والصحفي الاقتصادي مصطفى السيد، وسيكون معنا عبر سكايب من برلين. أهلا بكما ضيفي في هذه الحلقة. أبدأ معك أستاذ مصطفى، بداية ما أسباب إصدار نظام أسد مثل هذا القانون الآن وهذه الحجوزات في هذا الوقت رغم أنه لم يغلق ملف رامي مخلوف حتى الآن؟ هناك أكثر رسالة في هذين القرارين. الرسالة الأولى التأكيد على أن العنوان الاقتصادي للنظام هو أسماء الأحرس،
يعني تم إلغاء عنوان رامي مخلوف بشكل وشطه بشكل كامل من سجلات العناوين الاقتصادية للنظام. المسألة الثانية هي رسالة يعني للأقليات اللي وقفت مع الأسد. رسالة رامي مخلوف كانت للعلويين إنه ما في حدا منكم مسموح له يتحرك خارج الإطار المرسوم له، وفي يعني الكل في قبضة الأسد. رسالة عزوز هي رسالة للمسيحيين في سوريا أنه كمان أنتم يعني ممكن يطالكم ما طال السنة. ورسالة صائد نحاس هي رسالة للإيرانيين والشيعة أنه كمان ممكن يكون لكم نصيب من الموت مثل ما واجه البقية. لماذا هذه الرسائل الطائفية الآن أستاذ مصطفى في هذا الوقت؟ لماذا يرسل الأسد رسائل طائفية؟ هناك مباحثات مع أكثر من طرف دولي لتحسين أو إعادة تعويم النظام، وهذه الرسائل تتطلب يعني هذه المباحثات تتطلب خطوات. يعني شفنا خطوة وزير الإعلام تجاه السابق على الإخبارية السورية اللي حكى فيها تجاه إسرائيل والموقف من عملية السلام معها. المسألة الثانية هي مسألة إعادة طمأنة أو إعادة طمأنة الوسط التجاري السني أنه هناك لكم حصة في مستقبل إعادة الأعمال. نعم دكتور مصعب، برأيك هل يعقل أن يصل رجلان مثل عزوز ونحاس إلى عملية توقيف أو حجز على الأموال بسبب هذه المبالغ البسيطة وهذه التهم التي توجه لهم الآن؟ دكتور مصعب هل تسمعني؟ أنسي أحلام ولا المشاهدين الكرام ولا ضيفك الكريم. راما دكتور. تمام تسمعوني؟ أهلا وسهلا فيك. راما تمام. يا هلا. أول شيء خلونا مع بعضنا نتذكر تاريخ الصناعيين والتجار بسوريا، هيك يعني جولة سريعة من البدايات. ببدايات الخمسينات كان الصناعيين والتجار لهم هيبة كتير كبيرة بسوريا، وكان لهم هن لهم تأثير كتير كبير على السياسة السورية. في بداية الستينات إجا حزب البعث، وهون حزب البعث بدأ يهمش أو هؤلاء التجار وهؤلاء الصناعيين. وفي بالسبعينات لما جاء حافظ أسد بده اقتصاد وبده أشخاص معه، وكلياتنا بنعرف أنه الاقتصاد كان بإيد السنة، وخاصة تجار الصناعيين، التجار والصناعيين الدمشقيين والحلبي ومن حلب. فبدأ يكون رأس مالية سورية، يكون رأس مالية سورية بغطاء الاشتراكية بدعم، يعني ينتقي ويختار بعض المواليين من المواليين ويعطيهم تسهيلات، وساوى او عمل مثل يعني اقتصاد سني موالي لحافظ. استمر هذا الحال للثمانينات، وكانت التعاون بشكل غير مباشر، كانت اسماء مانا معروفه للعالم. بالتسعينات هون اصبحت رجال اعمال موالية للنظام تظهر على العلن، وصارت يعني تفوت بمجلس الشعب وتمثل يعني رئاسة غرفة التجارة والصناعة، وصارت الاسماء تظهر، ولكن كانت محدودة ومضبوطة بشكل كثير كبير من قبل النظام السوري. طبعا في بداية 2000، بداية العام 2000 وبقدوم بشار الأسد، بشار الأسد عمل مجال انفتاح أكبر للبلد، ففي كثير قطاع من الصناعيين وتجار الوسط بدأوا يستفادوا من هذه الطفرة اللي صارت، وكمان صاروا مواليين بشكل أو بآخر لهذا النظام. طبعا لغاية 2011، لغاية الثورة اللي صارت، بدأت هون تختلف الموازين الأحداث وتغيرت الموازين. في صناعيين تجار كانوا حياديين طلعوا برات البلد، وفي تجار وصناعيين هن كانوا موالين بشدة، مولوا يعني قاموا بتمويل
ميليشيات و... نعم. إذن دكتور، بالعودة إلى سؤالنا بعد هذه المقدمة عن تعريف الحالة الاقتصادية للاقتصاديين السوريين، هل من المعقول أن يتم الحجز على أموال رجلي أعمال كبار في سوريا بسبب هكذا تهم وبهكذا أموال قليلة تعتبر الآن؟ طبعا هون في نقطتين كثير أساسيات. اول نقطه خلونا نتذكر مع بعضنا انه يعني الشيء المشترك بين او الاستراتيجيه اللي تبع النظام مع التجار والصناعيين وحتى مع الضباط وكل المسؤولين هو موضوع توريطهم بالفساد. هاي كان من اهم الاستراتيجيات اللي تبع النظام والى الان بتبعها، يعني بيترك اي شخص يعني يقع فريسه الفساد وبتركها مثل هاي سيف على رقبته. فإمتى ما إجا وقت للقضاء أو لتصفية الحسابات مع هذا الشخص بيتم مباشرة إشهار هذا السلاح. بالنسبة لهاني عزوز وصايب نحاس، هن كانوا الشخصين هن خلينا نقول معتقين بالنظام، وفعلا حتى أنا ما بخفيك أنا كنت أحد موظفين صايب نحاس بأحد شركاته في دمشق. طبعا مبالغ كثير تافهه، يعني عم نحكي عن نصف مليون دولار وعلى اقل من 100,000 200,000 دولار، مبالغ كثير بسيطه. ولكن انا برايي في عده اسباب لهذا الموضوع. اول شيء قد يكون النظام هو بحاجه لاموال. ثاني شيء في تصفيه حسابات، وممكن في نوع من المسرحيه عم بتصير لروسيا انه النظام عم بيقول لروسيا انا عم بحاول اضغط على كل التجار، عم بحاول المليارات المطلوبة. فكمان في شيء من هذا القبيل. يعني اليوم عم نشوف انه في تصفية حسابات بسوريا وعم يتم إعادة يعني تأسيس هذا الموضوع الاقتصادي بسوريا للاستعداد لموضوع إعادة الأعمار. نعم، هل من الممكن دكتور أن يكون هذا القرار بضغط روسيا على نظام أسد لإجباره على سحب القوة أو المسؤولية من أيدي التجار الموالين للنظام الإيراني أيضا داخل الأراضي السورية؟ أكيد، هلا أكيد في ضغط، لأن روسيا اليوم لما روسيا انتهت من الحرب وبدأت يعني وحاولت تبدأ بموضوع الاستفادة من الاقتصاد السوري، تفاجأت إنه الاقتصاد السوري معقد بشبكة كتير كبيرة، يعني موضوع مو بهالبساطة وفي تعقيدات كتير كبيرة وفي يعني محسوبيات كتير كبيرة. فروسيا انصدمت بهذا الواقع وهي عم تحاول تفكفكه شوي شوي وتعمل إعادة ترتيب للوضع، بحيث إنه إذا بدأ يعني في حال بدأ إعادة الأعمار تحسن السيطرة على الوضع، يكون هالتجار الكبار أو الصناعيين أو يعني الاقتصاديين الموجودين أو رجال أعمال الموجودين في سوريا تحت سيطرة روسيا. فأكيد بلا شك هو أهم عامل لهالموضوع بالتصفية الحسابات هو روسيا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل النظام هو جاد في هذا الموضوع؟ حتى روسيا بالمناسبة بتتهم النظام بالمراوغة، تقول هو عم بيعمل مسرحيات مع رامي مخلوف، عم بيعمل مسرحيات مع أولئك التجار الكبار رجال الأعمال، أنه أغلب الأموال اللي هي موجودة في الخارج هي الملايين ومليارات الدولارات، وعم يعاقبهم بأمور بسيطة يعني ما بتلبي الطلب الروسي تماما. نعم، أستاذ مصطفى، هل توافق الدكتور على الطرح الذي قاله بالضغط الروسي فعليا على نظام أسد؟ هناك ضغط روسي لكن بغير هذا الاتجاه، إضافة إلى أن جزء كبير من يعني جزء نسبي لا بأس بها من أموال مخلوف الأسد هي موجودة، هاي الاستثمارات تحت أيدي المخابرات الروسية في سواء في روسيا أو بروسيا البيضاء. فغير مضطرة حتى اللحظة يعني روسيا لهذا السلوك، لأنه يعني هي مساهمة فقط في عملية الخداع اللي عم تتم مو أكثر، لأنه يعني روسيا الآن هي في مرحلة الاستثمار بتليين مواقف النظام لإدخاله بالعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن. والحد يعني جرى حديث قبل يعني 4 أيام من داخل سوريا بترشيح أحد رجال موسكو لرئاسة الحكومة السورية، يعني ضمن إطار يعني ترتيبات هذه
هيئة الحكم الانتقالي أو المرحلة الانتقالية، وهذا الطرح جاء من داخل سوريا يعني. بالتالي العملية هنا هي عملية رمزية، لذلك شاهدنا نحن أنه الأرقام اللي محجوز عليها هي أرقام هزيلة، إضافة إلى أنه القضايا اللي مفتوحة يعني واحدة من 2007 تم فتحها، والثانية يمكن بال 2009، وبالتالي يعني الدفاتر قديمة، ما ليست القصص جديدة يعني. وكان سبق أن تم طي هذه الصفحات وأعيد فتحها يعني للمرة الثالثة. نعم، بالتالي فقط رسائل يعني، ورسائل سياسية عالية المستوى الآن لترتيب الوضع المستقبل. نعم، إذا كيف ستتمكن أو كيف يمكن لروسيا أن تلين موقف نظام أسد حاليا من خلال الوضع اقتصاديا؟ خلال المباحثات اللي جرت بدمشق تم الضغط بشكل هائل على الموارد التي تصل إلى النظام يعني. روسيا عمليا أمسكت حقول الغاز، أمسكت معامل الكيماويات بحمص، معامل السماد والكيماويات بحمص، أمسكت بالمرفأ، وبالتالي هاي المصادر الدخل الثلاثة أصبحت هي يعني خارج عملية إدخال الموارد إلى الخزينة السورية، وهذا يفرض على النظام أن يصرف مما سرقه سابقا يعني. أحد الاتفاقات حول تحرير بعض حقول الغاز بشرق حمص كان عم يكلف يعني تقريبا ربع يعني عقود أمنية، تمت ربع مخزون هذا الحقل من الغاز سيتم نقله إلى الشركات الأمنية، وبالتالي عملية الموارد ككل يتم نهبها من جيب النظام بشكل أوتوماتيكي، لا يوجد لديهم الآن يعني مصادر دخل ريعية. نعم، دكتور مصعب، بالعودة لحضرتك، البعض يقول بأن العملية هي ليست إلا محاولة بشار أسد تحصيل الأموال التي نهبها أساسا من الشعب السوري من هؤلاء التجار التي وزعها عليهم هو ووالده من قبله، فهل هنالك سوابق لنظام أسد بتحصيل مثل هكذا أموال بهذه الطرق، وكيف تمت هذه العمليات؟ طبعا هلا نحن من بدايه 2011، من بدايه الثوره، كان الاقتصاد السوري يعني كان في موارد جيده جدا عم تجي، ما زالت، فهو بالتالي وقف جميع المشاريع التطويريه للبنيه التحتيه وكلها صرفها على القتال وعلى الميليشيات. طبعا نحن مؤخرا لما بدا النظام يعني يفقد الموارد الماليه هون يعني تم الضغط عليه. لأن قناعتي الشخصية هو ما رح يحسن يحصل أموال كثير يعني، لو ضرب ضرب الهرب هرب يعني، أغلب رجال أعمال اليوم الموجودين أموالهم خارج البلد. طيب كيف سيضغط أيضا على هؤلاء الموجودين في الخارج؟ ولكن فعلي ما هون النقطة يعني، لو كل رجال الأعمال ضغط عليهم ورفع عليهم قضايا أو يعني أخرجوا من المعادلة السورية، فقط هذا الحسن عليه أن يخرجهم من المعادلة السورية. ولكن فعليا أنا ما بتوقع أنه تم دفع مبالغ كثير كبيرة، ممكن باستثناء رامي مخلوف تصالح مع الروس بمبلغ معين مقابل أنه سلموا أخوه هو الإدارة باقي ما يملك يعني. اليوم لا ننسى كلياتنا انه اليوم النظام السوري نظام جدا خبيث، حتى الايرانيين عم بيعانوا منه، حتى روسيا، فدائما نواياه خبيثه، اي تصرف عم بيعمله بيضرب كذا عصفور بحجر واحد يعني، هو عم بيضرب كذا عصفور بحجر واحد، منه بيراضي روسيا، ومنه بفرج الشعب انه انا عم بعمل فساد، ومنه انه بتوجه لروسيا يعني. هو بالاخير الاقتصاد السوري لازم في يعني جهه تحكمه يعني. اليوم نحن يعني كايرانيين عم بيشتغلوا بالخفاء وعم بيشتروا عقارات وعم بيشتروا امور حساسه بالبلد، وكروسيا عم تحاول
تعمل إعادة ترتيب الشطرنج الاقتصادي بحيث لما يبدأ إعادة الأعمار. ولكن هون بنوه لنقطة مهمة، هي المعارضة. المعارضة كمان نحن اليوم الرجال الأعمال المعارضين كمان لازم يبدأوا يخططوا لهذا الموضوع، يعرفوا شو عم بيصير بسوريا أو على الأقل في المناظم في المناطق المحررة، لأنه اليوم العين كلياتها على سوريا بعد إعادة الأعمار. فرح نشوف إنه في كثير مشاريع رح تجي، رح نشوف إنه في كثير توجهات كبيرة، ولكن اللي ما بيعرف التعقيدات السورية بده يفوت بهالمعمعة هاي وبده يطلع خسران. يعني اليوم نحن أيام سوريا، إذا كان شخص من برات المدينة وجع على مدينة تانية بيفتح مشروع ممكن يلاقي كثير صعوبات بالموضوع. ففي كثير حيثيات، في كثير أمور تتعلق بالاقتصاد السوري. نعم دكتور، أيضا أنت تحدثت عن مدى قذارة النظام والأساليب التي يستخدمها، فهل يمكن إذا وصل لمرحلة النهاية أن يستشرس أكثر على هؤلاء رجال الأعمال الذين في الخارج ويضغط عليهم للحصول على أموال، وما الطرق التي من الممكن أن يضغط عليهم وهم خارج الأراضي السورية؟ طبعا اللي هو بالنتيجة النظام عم يروج لنفسه ولرجال الأعمال، عم بوجه لهم رسالة إنه يا رجال الأعمال اللي بيضل معي بالأخير الباقي هو النظام، فاللي بيبقى معي هو الكسبان. فما بده رجال الأعمال تعمل تكتلات وتحالفات مع غير النظام، وخاصة مع مخلوف أو مع غير جهات، خاصة الجهات الإيرانية. فهو عم بوجه لهم هاي الرسالة، فهو بده يصفي يعني يخلي كل رجال الاعمال لجانبه، وبالتالي هي روسيا. يعني هي بالاخير مثل ما حكينا، نرجع لنفس النقطه، يعني هي روسيا بدها تجهز اعاده الاعمار، وبدهم جميع رجال الاعمال هي تصير مواليه للنظام. وايران مسيطره على كثير من امور الاقتصاد ولكن بالخفاء. يعني اليوم مثلا احنا ما بنعرف الاحصائيات قد ايه مشتريه عقارات مثلا بحلب القديمه، قد ايه مشتريه عقارات مهمه، قد ايه مشتريه اراضي. هاي اليوم كيف بدنا نطالعها؟ يعني اليوم اي نظام راح يجي بالمستقبل راح يلاقي قدامه العقبات هائله جدا، سواء العقود اللي صارت مع روسيا، سواء العقود اللي صارت مع ايران. يعني الاقتصاد السوري بده لجنه اقتصاديين عالميين يحللوا موضوعه ويشوفوا هالتعقيدات الموجوده فيه. نعم، شاركنا ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي سؤال الحلقه لهذا اليوم، وهو أن الحجز على أموال هاني عزوز وصائب نحاس ما الهدف منها؟ الأجوبة كانت، أو بالأحرى تكمل للسؤال، أنه إكمال ما بدأه يعني النظام بجمع أموال من وكلائه، وكانت الإجابات هي 91% موافقة على هذا الخيار. أما الخيار الثاني فكان رجال أعمال مخالفين والقضاء يأخذ مجراه، كانت 9% فقط من المشتركين في هذه في استطلاع الرأي هذا مجيبين عليه. الإجابات كانت من ألان، وكان يقول لو كان هناك مكافحة فساد حقيقية لم يكن بشار ليسلم استثمار السوق الحرة لإيهاب مخلوف بعد أن انتزعها من شقيقه رامي مخلوف. أما الإجابة الأخرى فهي من ميلاد، وكان يقول هذا هاني عزوز ملياردير ومحتكر صناعة الفورميكا في الشرق الأوسط، ماكينات إيطالية وصناعة أوروبية، وكان صديق بشار، فماذا حدث؟ أكيد طلب بشار فلوس منه وما لباه. أستاذ مصطفى، بداية ما تعليقك على النسب التي وردت في التعليقات وأيضا على الإجابات اللي وردت من المشاهدين على الموضوع؟ الناس محقة ببناء التصورات حول هذا النظام وأساليب، وهي خبرة، يعني الناس خبرة هاي الأساليب. عملية يعني إعادة أو عملية بناء الثروة في سوريا خلال 50 سنة الماضية هي عملية واضحة المعالم. لازم يكون فيه هناك شراكة بين السلطة وبين رجل الأعمال اللي عم يتم تصنيعه بشكل مسبق وتهيئته لأدوار هي مرسوم له. بالتالي يعني ما كان الاقتصاد عم يشتغل بشكل سليم، لأنه معظم العمليات كانت عم تتم ضمن الإطار المرسوم للقوى المسيطرة في سوريا. وبالتالي السوريين أمام الآن نقطة التحول في عناوين يعني مراكز النهب بسوريا،
مراكز النهب الآن تتحول لإعداد وتجهيز مراكز نهب جديدة إذا تم يعني التمديد لهذا النظام. نعم دكتور مصعب، ما رأيك أنت أيضا بالنسب التي حصلنا عليها وهي 91% لمقولة إكمال ما بدأه النظام بجمع أمواله من وكلائه و 9% فقط لأنه رجال أعمال مخالفين والقضاء يأخذ مجراه في سوريا؟ طبعا بالنسبة لل 9% أكيد اليوم أي شخص سوري ما عنده ثقة بالنظام إلا ما ندر حتى داخل سوريا، فهذا الشيء مفروغ منه يعني. وموضوع يعني اذا بشار اسد نفسه بيقول انه احنا ما راح نعاقب الفاسدين وما راح نعلق المشان للفاسدين ولازم نتبع الحكمه والمنطق ويعني ونعالج الامور، فيعني هو من راس الهرم هو بيحكي هذا الكلام. بالنسبه لجمع الاموال، لو كان موضوع بس جمع اموال، هلا الظاهر هو جمع الاموال، ولكن لو كان موضوع بس جمع اموال كان دفعوا. هن بدهم موضوع جمع اموال وبدهم انه يكون سياستهم تماما تصير مع الاسد ومع روسيا. هون في مصالح بتكون يعني متضاربه بهالحاله، لانه هدول الاشخاص محسوبين على رامي مخلوف، محسوبين على ايران، في الله الله يعني الله يعلم قديش في عندهم مصالح مع ايران، قديش في اراضي باساميهم، قديش في، فموضوع مو بهالبساطه. فاكيد نحن لما بنشوف انه الوضع وصل لمرحله هو صدور قرار رسمي بالحجز الاحتياطي، فمعناها الامور وصلت يعني لمكان مسدود بين هؤلاء رجال الاعمال والنظام. فيعني كل رجل اعمال له حالته، يعني في ممكن رجل اعمال بيقول لك انا بطلع برات البلد وما بدي كل هال، خلاص بدي اطلع من هالمعادله. في اشخاص بيضلوا لا بكون، هي قلت لك انا في يعني نظريه بتقول ان هي مسرحيه، يعني هن رح يضلوا ضمن النظام، رح يضلوا عم يستفادوا، ولكن هي مسرحيه قدام العالم. فكل شيء وارد لهم مع النظام. فهي الخلاصه طالما النظام الاسد موجود رح تضل هالمشاكل، رح تضل هالمشاكل الاقتصادية موجودة. فموضوع إعادة الأعمار كيف رح يتم؟ يعني اليوم الأوروبيين والغرب بيعرف إنه إذا ما المنظومة تغيرت صعب إعادة الأعمار، لأنه اليوم أي شركة عالمية بدها تفوت على سوريا بدها تكون يعني في ريسك كثير عالي عليها بسبب التعقيدات واللي صارت. حتى نحن قبل الثورة في شركات كثير كبيرة فاتت على سوريا ووقعت بهذا المستنقع، مثل البنوك، شركات التأمين، والشركات الطريق السريع بين من حلب واللاذقية. فحتى بنشوف البنوك الى الان هي على الآنه، يعني تم الحجز على الرأس مال تبعها، لا بقى تحسن تعلن افلاسها ولا بقى تحسن تكمل مشوار مع يعني مع النظام. فلذلك بقول انه بالاخير اعاده اعمار بسوريا موضوع ملف كثير كبير والعيون كلها عليه، والروس عم تشتغل، الايرانيين عم يشتغلوا، والنظام عم يشتغل، والوقت علينا نحن كمان، مفروض علينا نحن المعارضين كمان نعطي اهميه اكبر لموضوع الاقتصاد، نعرف بالضبط شو عم بيصير. نعم استاذ مصطفى، هل توافق دكتور مصعب على قوله بان هناك تناحر روسي ايراني على القطاع الاقتصادي في سوريا؟ هناك تناحر بين كل القوى الإقليمية والدولية على الوضع الاقتصادي في سوريا، يعني روسيا، إيران، الولايات المتحدة، تركيا، الكل موجود يعني، والكل عم يحاول يحجز حصته والكعك، ما تبقى من الكعك السوري. وبالتالي يعني هاي يعني الموارد كلها هي عم يتم نهبها من جديد من الشعب السوري. نعم، إذا إلى أين سيصل بشار الأسد وزوجته أسماء بتحصيل هذه الأموال برأيك؟ يعني هو النظام أصبح من الضعف بحيث أنه هو سيستجيب لكل الضغوطات، يعني تضغط إيران قليلا فيستجيب لها قليلا، تضغط إسرائيل قليلا فيستجيب لها قليلا، تضغط روسيا قليلا فيستجيب قليلا. يعني وضع النظام باعتباره
الآن أصبح شديد الضعف، بالتالي هو شديد الاستجابة للضغوطات الخارجية باعتبار أنه لا يملك قاعدة شعبية. يعني هو لو يملك قاعدة شعبية ما كانت الأمور وصلت لهون ولافتنا بكل هذا الخيار. يعني لو كان يعني أهل النظام بيعتقدوا أنه هن قادرين على كسب أصوات السوريين ما لجأوا للبندقية يعني وجروا البلد لها هاي الدمار الشامل يعني اللي حصل. نعم دكتور الأستاذ مصطفى السيد الصحفي الاقتصادي، كنت معنا من برلين عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضورك معنا. أيضا الدكتور مصعب رحال أكاديمي ومحلل اقتصادي، كنت معنا من غازي عنتبة تركيا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. وشكرا موصول لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة، نلقاكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء. We'll be right back.